اهلا وسهلا فيكم مطعم زيتون بالجراند بلازا دبي فيستيفال سيتي. احنا هون الاكل تبعنا اسمه مشاوي نايتس. مشاوي نايتس هي المشاوي التراديشنال التراثيه اللي بنعملها بمنطقه الميدل ايست، يعني كنا خدمنا بلبنان وسوريا، وبالاضافه للسلطات والمساج اللي نحن كمان كثير بنتميز فيه، طبعا مع التشيز والزعفر والاكلات التراثيه الشعبيه اللي نحن بنعملهم مطعم زيتون. ونحن عندنا طبعا كل شيء، كل اكله او كل صحن بنقدمه مطعم زيتون له سبيشاليست، يعني بالطعم او بالنكهه او بطريقه التحضير. يعني عم نرجع نحن بطريقه الطبخ للطريقه القديمه، يعني اللي هي بنعملها بالبيت، الاكل البيتي. مثلا اللحومات كلياتها بناخذ الكواليتي اللي بتكون كثير كثير منيحه. خلينا نقول مثلا الكباب بنستخدم نوعيه كثير كثير طريه من البيت، وبنعمل الخلطه الصغيره اللي نحن بنعملها هون، يعني بتكون فيها توابل كثير منيحه، ونشويها بطريقه كمان بحيث انه تنزل طريقه كثير للكوستومر. نفس الشيء بالنسبة للدجاج، بنختار كثير صدر الدجاج لازم يكون كثير نوعي ممتازة، ولازم تكون متبلة على القليل يوم واحد حتى تطلع النكهة كثير متميزة، وطبعا تنشوى على الفحم كلياته ناتشورال على الفحم، وبتتقدم طبعا مع الفيو الحلو على داون تاون دبي بالتراس برا. كثير كثير بيعمل جو مميز، بذكرنا بالاجواء القديمه اللي كان اللي كنا نعيشها نحن بسوريا وبلبنان والمناطق اللي هي خلينا نقول الميدل ايست. وبالنسبه كمان للسلطات، عندنا كثير كثير سلطات قديمه فينا نقول وتراثيه، مثل المجدره المحمره، الحمص المتبل، البابا غنوج، الفتوش، التبولي، وكثير عاملينها بنكهه خلينا نقول بلبوكيه حتى نتذكر ايام الزمن الجميل، ايام قعدة البيت والسهريات وهالشغلات اللي نحن بنتميز فيها بسوريا ولبنان. وهذا كل شيء بالنسبه للاكل. طبعا اكيد القعده برا كثير كثير متميزه. ليش؟ لانه كثير بتشوف المنظر كله، يعني بنشوف برج خليفه، بنشوف الداون تاون، بنشوف دبي بالليل، كثير كثير منظر مميز. وطبعا بنخدم الشيشه مع الاكل اللي بننزله، واكيد في اغاني طربيه وعزف على العود. وهذا كل شيء بالنسبه للاكل وبالنسبه للفيديو. شرفونا وتعشوا عنا، اهلا وسهلا فيكم دائما. هلا بالاضافه للمشاوي عندنا كمان، بالاضافه للحمه والكباب والكفته، طبعا بنشوي السالمون والبرونز بس بطريقه مختلفه وبتتبيله مختلفه عن اللحومات. السالمون بالتحديد هي فيها خلطه نحن هون بنعملها هوميد، بنستخدم الاعشاب اللي بتطلع عنا بلبنان وبسوريا مثل الزعفر والنعنع والكزبره، بنعملها خلطه مع زيت الزيتون وبتتبل على القليل لساعتين او ثلاثه، وبعدين بننزلها مع المشاوي الثانيين. وبالنسبه للبرونز كمان نفس الشيء، بندخل بالخلطه كثير كثير وبنخلي يعني بنتاكد انه الاريدس واصلت له الخلطه لكل اجزائه، بيكون مغمور بالخلطه خمر كامل. فبنحط الزيت، بنكتر زيت زيتون، بنحط الثوم، بنحط الكورياندر، ونتركها يوم كامل، وبنحط طبعا الملح والبهار، وبنشويها فريش على الفحم، وهيك بتكون افضل نتيجه بنطلع فيها مع المشاوي.
خلينا نقول 200 درهم على الواحد. Thank you.